كلمة السر في حياة المستشار عمر مروان ايه؟ جدي، كلمة السر في النجاحات اللي مصر بتحققها الغير مسبوقة في تاريخ الحياة. ثلاث حاجات: تخطيط علمي، تنفيذ جدي، في جدية في التنفيذ، وفي متابعة دقيقة. كلمة السر في حياة حضرتك ايه؟ نمرة واحد، ما تعملش حاجة لما تكون شايفها كويس. نمرة اتنين، لو ابتديت تعمل حاجة لازم تتأكد انك قادر على انهائها. نمرة تلاتة، وهي المهمة، انك تحب ما تعمله وليس انك تختار ما تحب. كلمة السر في حياة معالي الوزيرة ايه؟ الاثر اللي هسيبه في الحياة لما يعني ربنا ينهي خدمتي في الحياة، وأنا عايشة طول الوقت هفضل أحب الفئات اللي بشتغل عليها وأخدمها بكل ما أملك، وأتمنى أسيب أثر طيب في حياتها عشان أعمل لحياتي معنى. وكلمة السر ولادي. كلمة السر في حياة معالي الوزير السيد الرصيف الإخلاص. كلمة السر الإخلاص في العمل. أنا مش هقدر أقول لحضرتك غير كده، يعني ده الرد التلقائي. الإخلاص في العمل، الإخلاص في العمل، الإخلاص في العمل. لازم يبقى في فريق عمل متكامل، ولازم نبقى كلنا بنشتغل إيد واحدة بإخلاص. كلمة السر في حياة معالي الوزيرة. الحمد لله، يعني بيقول لكم من يتقي الله يجعل له مخرجا. الله. فأنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا أتقي الله في عملي. كلمة السر وراء النجاح الكبير اللي مصر عملته في السبع سنين دول. الإخلاص النهاردة هو أحسن شيء في الدنيا يحقق ليك كل ما تربو إليه. طالما في اخلاص تاكد ان نسب النجاح هتكون عاليه جدا، وده احنا شايفينه من اول القياده السياسيه مرورا بكل القيادات. بالتاكيد كل ما بيكون في اخلاص في العمل بالتاكيد النتاج بيكون على اعلى مستوى زي ما انتم شايفين في الدوله المصريه. كلمه السر في حياه الوزير محمد السعفاف. كل ما تكون محب للناس، كل ما كل المشكلات بتذوب ما بينك وبين اي حد، فبالتاكيد مطلوب انه يبقى فيه الاخلاص وفيه حب الناس دائما، وحب التقرب من الناس ومساعدتهم. ده امر يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما بيدعونا اليه. كلمه السر في حياه الوزير هشام توفيق. كلمه السر باخدها من او اخدتها يعني من وانا عندي 12 سنه من خالي الحبيب المرحوم فؤاد سلطان وزير السياحة والطيران الأسبق. وكنت ببارك له وقتها على أنه بقى رئيس بنك. قال لي يا ابني مش مهم أبقى رئيس بنك، أبقى مدير بنك، أبقى وزير، أبقى رئيس وزراء، المهم أنجز. فهي مش التايتل المهم أبدا، المهم أن أنت تبقى نايم بالليل وأنت حاسس أن أنت أضفت حاجة للي حواليك. كلمة السر في حياة الوزير دكتور محمد عباطي. بارك الدعاء الوالدين. كلمة السر في حياة معالي الوزير. كلمة السر ربنا، يعني نجاحات، إنجازات، بتشتغل، بس في يعني ربنا بقى اللي هو بيسندك وينصرك وينجحك. الالتزام والعمل الدؤوب، وإن يعني الحرص على عدم الفشل. كل السنين دي عدت ولسه سيدنا محمد حي في قلوبنا جميعا. ايه كلمة السر اللي بتخلي سيرته الطيبة ما زالت حية في قلوبنا وستظل ان شاء الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها؟ هو خاتم الانبياء والمرسلين، ورسالته خاتمة الرسالات السماوية، ومن أهم أبعادها الأبعاد الإنسانية.
متمثلة في الرحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يقل رحمة للمسلمين وحدهم، صحيح، ولا للمؤمنين وحدهم، ولا للموحدين وحدهم، ولا للبشر وحدهم، فهو رحمة للكون كله. الأمر الآخر ما لخصه في هدف رسالته: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.